تتواصل انطلاقات أشواطنا باستمرارية جميلة، والشوط السابع الذي تعلن فيه الانطلاقة عن الزمول المحليات الأصايل في 8 كيلومترات في صباح هذا اليوم على ميدان المرموم. من يحتضن الكبار مع هذا الرقص ومع هذه التحديات؟ نسير مع المركز الأول الزمول المحليات في شوطنا السابع، يتقدمهن بعد الانطلاقة الفتان على المركز الأول. لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على المركز الأول يسيطر، بينما يلي في المركز الثاني سمحون على ثاني المراكز ومحمد بن علي بن حمد المنصور بهدوء وانطلاقة رائعة وجميلة. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول، وسمحون لا زال مسيطر مسيطر، ومالك سمحون متابع ومركز في مسار هذا الشوط اللي هو محمد بن علي بن حمد المنصوري على المركز الأول على الانطلاق الأول. ولكن برج فوق برج فوق، لا زال مشاهدين العزاء يتقدم على المركز الثاني. محمد بن عبد الله المذيوبي هو الذي يأتي في المركز الثاني، والمركز الثالث يتقدم مدلل علي بن سعيد بن سالم بن سعودي الاكتبي الذي ينطلق في هذه التحديات. وهناك شاهين متعب بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم، وياتي في هذه اللحظة حشيب محمد بن سعيد بن ناصر السودين هناك الذي ينطلق في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ الرقص، خلاص بدأ الرقص، انطلقت الزمول الأصايل نحو الفوز، نحو خط النهاية، نحو الناموس. يا سلام، السيطرة لا زال سمحون مسيطر. محمد بن علي بن حمد المنصوري على المركز الأول رغم الضغوطات ورغم المحاولات، ولكن هنا برج فوق محمد بن عبد الله المذيوبي يقدم برج فوق، وهناك بالسعودي مع مدلل علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي. وواصلنكم مشاهدين العزاء حشيم محمد بن سعيد بن ناصر السودي الذي ينطلق في هذه اللحظات في هذا المنطلق. الله يا سلام، المراكز الأولى. ولكن سمحون وهناك بالسعودي مقدم مدلل يبي يدلل أهالي الهير بالسلام بالسعودي، بيدلل أهالي الهير بالسلامات من المرموم في هذا الصباح. مشاهدينا متابعينا الكرام، الله يا سلام يا سلام، هناك السيطرة مع مدلل علي بن سعيد بن سالم بن سعودي الاكتبي الذي يحمل السلامات في هذا الصباح لأهالي الهير على هذا الفوز وناموس. تهانينا يا أبو سيف على هذا الفوز، على هذا الانطلاق ولحظات وصول مدلل إلى خط نهاية المركز الثاني. سمحون لمحمد بن علي بن حمد المنصوري، والمركز الثالث وصل فيه برق فوق محمد بن عبد الله المذيوبي، والمركز الرابع هذا هو وصل حشيم محمد بن سعيد بن ناصر السودين، والمركز الخامس. عموما على كل حال بنعود وبنترك البقية للجنة خط النهاية، وبنعود إلى التوقيت الزمني، وهذا مدلل على شاشة التلفزيون. التوقيت الزمني 13:34، 7:07. تهانينا لعلي بالسعودي الاكتبي على فوز مدلل بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه سمحون، قطع المسافة في 13:35، 3:00 محمد بن علي بن حمد المنصوري، بينما المركز الثالث برق فوق قطع المسافة 13:35، 8:00. مالك برق فوق اللي هو محمد بن عبد الله المذيوبي، تهانينا والناموس.